هذه هي إذا الفيلاريفورم. إذا ليش هي أصبح السبكوتينيوس هنا؟ ليش؟ لأنه ما كملت دورة حياتها، ما دخلت البلاستريم وراحت تكمل دورة حياتها مثل ما شفنا في حالة الاستوما. ليش؟ لأنه هذا الإنسان ما يعتبر المضيف مالتها الأصلي، ما يعتبر المضيف الأصلي مالتها. زين، هاي بالنسبة لنا. وأيضا راح ناخذ مثال على مثال آخر. تتذكرون بالسركاريا احنا قلنا مرات من الإنسان دول اللي يسبحون ممكن السركاريا تدخل إلى، طبعا تدخل إلى تحت الأصابع ما بالقدم، وقلنا تروح البلاس سيركوليشن وهكذا. هاي وين من تكون الخاصة بالإنسان اللي هي مثلا خلينا نقول أنكلستوما دودينالي، أنكلستوما وهكذا حسب عفوا ال شيستوما هيماتروبيوم وشيستوما مانسوني هنا. لكن إذا كانت السركاريا هذه خاصة بالبط أو بالطيور الخاصة باللي تسبح بالمياه، ممكن السركاريا هذه تدخل أيضا بالمناطق الرخوة ما بين الأصابع، ولكن ما تدخل وتكمل دورة حياتها مثل ما شفنا بالشيستوسوما هيماتوبيوم والوانسني والجابونيكا، ما تكمل دورة حياتها وإنما تبقى تحت الجلد، وتسبب لي ما يسمى بالسومر اتش، زين، او يسموه سيركاريال ديرماتيتس. سيركاريال ديرماتيتس. اذا هذه هي اللي فشي مختصر، يعني انا ما راح اكد لكم يعني ولا اطالبكم بشيء، بس اريدك تعرف ماذا نعني. شوفوا تلاحظون هذه الممرات اللي موجوده بقدم، شلون تلاحظوها شلون الممرات واضحه swollen and red in color، وهذه راح تكون painful وتكون بها pruritus. تلاحظون هذه شلون ايضا نفس الشيء تكون المنطقه مرتفعه. النوع الثاني هو الفيزرال لاربا مايجرانس. الحقيقه نقصد بالفيزرال هي اللاربي اللي تدخل للانترنال اورجان، ايضا نفس الشيء هنا. اللاربي هذه ما تعود الى الهيومن وانما تعود الى شنو؟ الى حيوانات، بس ما تكمل دوره حياتها مثل ما شفناها في حاله الهيومن. اذا نعرف هي عباره عن الانفيجن اوف ذا مان انترنال اورجان باي ذا هيلمنز نورمالي انفكتنج انيمالز. نورمال، انتبهوا على هاي، خلوا لي خط جوا. نورمالي انفكتنج انيمال يعني هنا أنا عباره عن انفيجن اوف ذا مان انترنال اورجان، يعني غزو لاعضاء داخليه لجسم الانسان باي ذا هيلمنز من قبل الديدان اللي هي تعتبر نورمالي للحيوانات، لكن الانسان ما يعتبر نورمالي بالنسبه لها. The larvae، طبعا the larvae of the nematode مثلا على سبيل المثال التوكسوكاراكانس، ايضا هذه تشبه الاسكارس اللي اخذناها احنا الاسكارس الامريكودس، بس هذه التوكسوكاراكانس هذه تعود الى شنو؟ تعود الى الكلاب والقطط. ايضا نفس الشيء هنا، هذه من راح تدخل ما راح تكمل دورة حياتها مثل ما شفناها في حالة اللي ما شفناها بالاسكارس وغيرها، زين، وانما ممكن تروح للانترنال اورجان مثل على سبيل المثال الليفر، ومثلا الليفر ممكن انفيدنج ذا ليفر وسبب الانلارجمنت، ممكن يروح ايضا لللانج، ممكن يسبب ان بالمونري ساينز اللي هي أعراض تنفسية، وممكن نشوفها مرات تروح حتى للريتنا. ريتنا نقصد بيها الشبكية العين. هاي الريتنا تعرفون هي حساسة جدا، ولذلك من تدخل اللارفي هناك راح تسبب الجسم حتى يدافع عن نفسه راح يسوي جرانيولوما. جرانيولوما، جرانيولوما شنو؟ عبارة عن تكدس من التشوز حول اللاربي، ولذلك راح حتى يسبب ان العمى في هالحاله. زين، ريتينا هاف بين فاوند سيرتين توكسيكارا لارف، ولذلك مرات يشوفون
المنطقة اللي بها جرانيولوما موجودة، توكسوكارا لارفي موجودة هذا الشيء مختصر، أنا ما أكد عليه مثل ما فقط أريدكم تعرفون الأنواع مالتها اللي موجودة. إذا راح نقسمها قسمين، الكوتينيوس لارفا مايجرنز، واعطوني مثال عليها فقط، امثله مثال عليها، والفيزورال لارفا مايجرنز وايضا مثال عليها، ما ادخل بتفاصيل اخرى لان هي بالنسبه لنا هي نوت نورمال فور ذا هيومن. نيجي على الاريثروبودا. الاريثروبودا بعض الاحيان الاريثروبودا هي المفصليات، مثال عليها سكرو وورم، هذه ايضا يعني هنا يعتبرها ايضا مثل اللارفا مايجرنز. بعض الاحيان تلاحظون هذه الفلاي تضع البيوض مالتها وين؟ بالجروح او بالناتشرال اوبننج اللي هي الفتحات التنفسيه للانسان، وخاصه هذول المعتوهين اللي يكبسلون بالشوارع، ممكن انه هو نايم تيجي الفلاي وتضع البيوض مالتها، او بعض الاحيان اثناء عملية جز الصوف عند الخرفان ممكن يصير جروح من عملية الكليبر اللي هي عملية قص اللي هي ماكينة قص جز الصوف، ممكن يسبب جروح بالجلد، ولذلك راح هذه الفلاي تجد إلها في مكان مناسب لوضع البيوض مالتها، وبهالحالة راح تبدي تفقس هذه البيوض إلى هاي اللارفي. تلاحظوها هذه اللارفي شلون كلش واضحة مثل احنا نقول سلابيح، ما ادري انتم اذا شايفين بعض الاحيان من يكسرون الباتشة رأس الخروف يلقون دود، هي هذه، هاي يسموها سكرو وارم. سكرو وارم هي عبارة عن شنو؟ هاي لارفي مال فلاي، اصلا هي ما موجودة بالدماغ، وانما هاجرت او تحركت عن طريق ممرات من الجروح اللي تكونت الى الدماغ، زين، وهذه يسموها اللارفا مايجرنز، ايضا تعتبر من اللي الاشياء اللي ولذلك مرات احنا نلاحظ حتى الجروح هذه خطيه، مرات الخرفان يصير بها سوداد وتعفن، ريحه كريهه تصير بالمنطقه، ولذلك اللي نتيجه شنو؟ هذه اللارفا مايجرنز اللي موجوده عنده. هذا الرسم مطالبين به وكتبوا عليه مهم، هذا الرسم لانه انا الشيء المهم اقول لكم عليه مهم. هاي اللارفا موجودة يسموها لارفا عفوا سكرو وارم. أيضا المهم شو السبب هذا اللي يسبب لي ما يسمى، احنا تذكرون هسه من قلت لكم يسبب التعفن وسوداد المنطقة، هذا يسموه المياسس. خلوا لي خط جوا جزئين، سكرو وارم خلوا لي خط جواها، وخلوا لي جوا المياسس. ماذا نقصد بالمياسس؟ إذا أقول لك عرف لي إياه شنو هو الميازيز؟ هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن a disease caused by screw worm. عبارة عن disease caused by the screw worm which caused by the migrations of the screw worm in the tissue. هعيدها مرة ثانية، هي عبارة عن الميازيز، هي عبارة عن عبارة عن ال أو عبارة عن عفوا ال disease caused by the migrations of the screw worm through the tissue. زين، طبعا هوش لي تو ذا، خلينا نقول الى السكندري بكتيريال انفكشن، فايرال انفكشن، يؤدي الى الاوفنسيف اودر اللي هي رائحه كريهه، ممكن يسبب بلاكج تو ذا اريا اللي هي اللون الاسود. هذا فد شيء مختصر عن المياسز. نجي على الجزء الاخر اللي هو اللي عندي، اللي هو طبعا هذا الجزء الاخير اكثريته احنا ماخذيه، وراح اقول لكم شنو اللي تقروه بالنظر وشنو اللي ما تقروه بالعملي.
تذكرون احنا قلنا بالنسبة قسمنا الميتازوا إذا تذكروها إلى أول مرة أريثروبود وهلمنز، بعدين قسمنا الهلمنز إلى بلاتي هلمنز والنيماتودا، وبقت عندنا الأناليديا اللي هي الحلقيات. الحلقيات هذه بس أريد من عندكم شنو فقط تعطوني مثال عليها اللي يسموه هذا العلق الطبي، او يسموه اللي يسموه هيرديو، خلوا لي خط جوا هيرديو ميديكينالس. هيرديو ميديكينالس هو عباره عن مثال على الحلقيات الانلديا. الانلديا هي الحلقيات، بس اريدك تقول لي فقط مثال على هذا كل ما اريدك تعرفه عن الحلقيات. اما ك شرح بسيط اقول لكم يا لكم المعلومات، الحلقيات هي العلق الطبي دائما هسه حاليا يستخدموه بشيء طبي، لانه بما انه هو ساكينج بلاد، بما انه يمتص الدم، لذلك بعض الاحيان يستخدموه مثل الحجامه، يبدي خاصه تحت الركبه اسفل القدم، ممكن يستخدموه لامتصاص الانفلاماتوري سيلز اثناء عمليه الساكينج بلاد. هاي نبذه مختصره عن الانلديا. يبقى عندنا هسه فقط الاريثروبودا. الأريثروبود نقسمها بصورة عامة إلى قسمين، الإنسكت اللي هي الحشرات، والأركنيدز اللي هي القراديات. الحشرات أكثريتها احنا أخذناها، الحشرات هي طبعا هنا. طبعا بالمناسبة الإنسكت والأركنيدز هذه لها ميديكال امبورتنس، لها فد اهميه طبيه، لانه قسم من عندها تعتبر اكتوباراسايت، تعتبر قسم من عندها ك طفيليات خارجيه، والقسم الاخر من عندها يعتبر از فيكتور، ينقل لنا كثير من الامراض مثل ما شفناها احنا بكثير من المواضيع مالتنا. والنقل الفيكتور احنا قلنا، والنقل تنقل الباراسايت او ينقل الامراض، تنقل الامراض بصوره عامه، اما ميكانيكالي او بيولوجيكالي. ماذا نقصد وما هو الفرق ما بين الميكانيكال والبيولوجيكال ترانسميشن؟ من يكون ميكانيكال ترانسميشن يكون without any change in the parasite. يعني اني هسه خلينا نقول انتميبا هيستولوتيكا عفوا مثلا نقلتها مثلا ذبابه، هذا ذبابه نقلتها بالارجل مالتها، ما صار بي تغيير، لكن من يصير تغيير باللايف سايكل مالت الباراسايت زين، راح بهالحاله يسمون بايولوجيكال ترانسميشنز. اذا من نقول بايولوجيكال هو الباراسايت هاز ذا لايف سايكل ان ذا اريثروبود، مثل ما شفنا في حاله الساند فلاي، تيسيتس فلاي وهكذا غيرها، هذن كلها يصير بها تغيرات بالطفيليات، هذا يسموه نقل بيولوجي. نجي على الانسكت. الانسكت الحقيقه مثل ما هسه شرحناها، النقل الميكانيكي مثال عليه مثل الهاوس فلاي والكوكروتشز اللي هي الصراصير، هذه ممكن لو تنقل لي اذا اقول لك give me insect transmit the parasite mechanically، كل مثل مثال عليها الهاوس فلاي والكوكروتشز. اما البيولوجي مثال عليها كلها ماخذيها، هذه كلها ما اخذيها اللي هي ساند فلاي اللي تنقل لي اللي تعود الى سبيشيز فيليبتومينوس، هي ترانسميت لشمانيا، هذه ما اخذيها، هذه كلها ما اخذيها. تيسيتس فلاي تلاحظون هذه تيسيتس فلاي ايضا ما اخذيها، تنقل لي هذه تنقل لي، طبعا هذه كلها ما تقروها بالعمليه اللي ما اخذيها اصلا، احنا هذه ما اخذيها يعني ما اخذيها سابقا، متى يعني لا تقوها هسه حاليا بعملي زين.
تنقل لي سليبنج سيكنس ايضا ما اخذها، فقط عندنا البلاك فلاي هذه ما ماخذيها، واصلا هي ما موجوده عندنا بالعراق. هذه تنقل لي المرض نسميه الاونكوسركياسيس، هذا طبعا موجود بالدول الافريقيه وخاصه الدول الافريقيه المجاوره المحاذيه للسواحل اللي هي سواحل البحر، شافوا ولذلك سمي الاونكوسركياسيس هذا بالريفر بلايندنس، شافوا كل الاشخاص اللي يعيشون بالمناطق الساحليه بقرب من الريفر الانهر يصابون بالعمى. هذه يسبب لي اللي هذا فقط اللي تعرفه عن البلاك فلاي. هذا هسه هذا اللاربي او سكرو ورم هسه شرحت لكم اياه، on the wounds اللي هي على الجروح or the external opening اللي هسه شرحت لكم اياه بالنوز، ايضا من ضمن الحشرات نسميه causing miasis وهم رجعنا عدناها. هذه نفسها تلاحظون في شلون هذا، هذا شوفوا شلون تلاحظون الخروف شلون نتيجة جازين الصوف مالته وصايرة جروح عنده غزته، طبعا هاي الفلاي وضعت البيوض مالتها وسببت تعفن المنطقة، صارت سكندري اند فايرال بكتيريال انفكشن وسوداد صار بالمنطقة. وتلاحظون هاي هي اللاردي سكرو وورم، ها هي السكرو وورم وهي سببت لي ايضا من الحشرات اللي موجوده عندي الموسكيتو، كلها ما اخذيها. الموسكيتو ممكن تنقل الملاريا، الانوفيلس تنقل الملاريا، الانواع ثلاثه كلها تنقل لي الانفنتياسيس اللي هي الكيوكس والايدس والانوفيلس، هذول ثلاثتهم ايضا احنا شارحيها بالانفنتياسيس كلها شارحيها. ايضا ما مطالبين حاليا هسه بيها، ما طالبكم خايب هذا الجزء يعني. ايضا راديو فيد باج ماخذي اللي يقول لي شو اسمه في بالاسوما كروزي، ايضا يسبب لي جاكازيزيس ايضا هذا ماخذي. تلاحظون يعني كلها تقريبا احنا ماخذيها. هاي بالنسبه للحشرات، اريدكم تنقلون اللايس اكتوباراسايت تخلوه عنوان فوق الهيد لاوس، أني يعني غلط بالطباعة، هذه اللايس اكتو باسايت تخلوها فوق الهيد لاوس والبادي لاوس والكليب لاوس فوق في عنوان. ماذا نقصد باللايس؟ لايس هو القمل، القمل جمع لاوس، انتبه علي، لايس جمع لاوس، لايس ال اي سي اي هو عبارة عن اكتو باسايت اللي يسميه القمل جمع. كلمة لاوس L O U S E هي قملة. طبعا عندي من القمل ثلاثة أنواع اللي هو الهيد لاوس والبادي لاوس والكريب لاوس، هي يسموه القمل الرأس، قمل الرأس وقمل البادي وقمل الآنة، هاي ثلاثة أنواع من القمل. والحقيقة هذا كلش مهم لأنه موجود عندنا بالعراق بكثرة، موجود وتلاحظوه هو أصلا مخيف شكله تلاحظون، بس احنا ما نشوفه بقوة التكبير من عين مش عين المجردة، نشوفه شوفه تحت المجهر. شوفوا شلون هذا هو الهيد موجود بالشعر. طبعا هذا بالمناسبة يمتص بلاد بلاد، وايضا ممكن يسبب لي اريتيشن للسكن وممكن يسبب لنا اتشنج، يسبب لنا حكه، و هذه تنقل لنا كثير ايضا من الامراض. ممكن اثناء عمليه اخذ الدم ممكن تنقل لي بكتيريا الفايرال ديزيز، ممكن نشوفها. وين اشوفها؟ دائما اشوفها بالكراودد ان كلين بليسز، دائما اشوفها بالمناطق شنو؟ المناطق الغير نظيفة المزدحمة، خاصة بالسجون، ممكن أشوفه بالرياض الأطفال لأنه سريع الانتقال، سريع الانتقال ما بين الأطفال بالحضانة.
هذا طبعا هذا تلاحظونه، ها هي ثلاثة أنواع، هذا أول واحد هو الهيد لاوس، الثاني واحد هو البادي لاوس، وهذا هو الكريب لاوس. طبعا أنت مطالبين بهذن ثلاثة أنواع بالعمل، ثلاثة أنواع بالعمل. النوع آخر من الإنسكت اللي هي البيد باجز، هذه يسموه البق الفراش، هذا يعود إلى اللي هو الكالمكس سبيشيز. هذا طبعا البايتنج اوف ذيس باجز، لسعة هذه البق تعتبر الريتيتنج اند بول، دائما نشوفها مرات واحنا قاعدين نحس انما واحد وغزنا ابره. الحقيقه هي هذا البق الفراش ممكن يجي بالليل زين، وخاصه بالمناطق اللي نقول المظلمه زين، وايضا ممكن يسبب لي بكتيريا انفكشن في حالة أثناء عملية أخذ البلاد ميل. طبعا هذا دائما مثل ما قلت لكم يعيش خاصة بالأبنية القديمة، وخاصة بالكراكس الشقوق، شقوق اللي موجودة بالوول، اللي بالشقوق الموجودة بالجدران، ممكن الشقوق اللي موجودة بالفلور بالأرضيات، وايضا اللي موجوده بالفرنتشرز واللي هي الاثاث القديم ممكن ايضا يختل بيها، وهو coming out at night and sucking blood، دائما يطلع بالليل ويمتص البلاد. ايضا عندنا من الحشرات اللي موجوده اخرى اللي هي الفليز. الفليز هي طبعا هي البراغيث، البراغيث هي طبعا ايضا نعتبرها اكتو باراسايت. بالمناسبه اريدك تعرف يا هو الاكتو باراسايت، مرات راح تجينا عندنا قسم عندها اكتو اند انديو باراسايت، هذه الفليز هي تعتبر از اكتو باراسايت، موجود دائما نشوفها بالستورز وخاصه القديمه اللي هي المخازن، وممكن نشوفها بالشيبس. طبعا الكلمه ناقصه اي، شيبس اللي هي البواخر اللي تنقل المؤونه زين. In the places where the animals، ايضا ممكن نشوفها بالمناطق السكنه تكن الحيوانات، ممكن اشوفها هذه الفليز او البراغيث. ممكن هذه ساكينج بلاد زين، وممكن اثناء عمليه سكنج بلاد راح ايضا تنقل لكثير من الفيرال والبكتيريال ديزيز، لكن قسم من عندها اكت از انترميديت هوست. اذا تذكرون بالهايمنولوبس ديمينيوتا، تذكروا قلت لكم الانترميديت هوست مالتها هو البيتلز اللي هي احد انواع الفليز، إذا تتذكروا أنا هشرح لكم إياها، هاي وحتى هاي نفس الصورة موجودة عندكم. بالنسبة للأركنيز اللي هي القرنيات، هي هاي تعتبر أيضا إكسوباراسايتس، فقط أريدكم تعرفون هي عبارة عن إكسوباراسايتس ساكنج بلاد، وتنقل كثير من الأمراض اللي هي خاصة الزينوتيك ديزيز اللي هي الأمراض المشتركة ما بين الحيوانات والإنسان. وهذه طبعا دائما نشوفها على الأبقار، دائما نشوفها على الأبقار، ولذلك الأشخاص اللي يعتنون بالأبقار ممكن يأخذون ممكن يتعرضون لهذه الإصابة بالقران، وينقلون كثير من الأمراض للأمراض المشتركة ما بين الحيوان والإنسان، مثل البابيزيا، مثل الأنابلازما، هذا اللي خلوا لي خطر البابيزيا، والأنابلازما هي تعتبر نوعين هذه من الأمراض المشتركة ما بين الحيوان والإنسان. الحقيقة عندي نوعين من عندها، هو السوفت والهارد
ها ما لكم علاقة، هذا اللي تأكدوا لي عليها. هذا المايس كلش مهم، اكتب عليه مهم، هو كل الصور مالته، هذا مهم كله هو الصور مالته. ليش؟ أولا هذا نعتبره اكتو اند ايو باراسايت، وخلوا لي خط جوا اكتو اند اندو باراسايت، اكد لي عليه واكتب عليه فيري امبورتنت. ليش؟ لانه هو ايضا يسبب لي المينج او الاسكيبيز، خلوا لي خط جوا المينج او اسكيبيز، اللي هو زين، اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن يسموه الجرب. الجرب دائما ينصابون، طبعا هذا يصيب الجرب بالحيوانات والانسان، ولذلك دائما اكثر الاحيان ينصابون به الاشخاص اللي يعتنون برعي الاغنام. شوفوا دائما ايدهم خشنه، خشنه تميل الى اللون الابيض، ومرات حتى تميل الى اللون الرمادي، خشنه يصير بها كراكس، شقوق. هذا هو طبعا نتيجه شنو؟ طبعا هو بالبدايه يكون، شوفوا شلون عباره عن شلون كانما وحش. هو هذا هو المايتس اللي موجود، او يسموه الحلم طبعا، عفوا، هذا هو تلاحظون شلونه، هذا هو لين، هو عباره المايتس عن اكتو اند ديفرنت كوزز مينج اور سكيبيز فور ذا هيومن اند انيمالز اند كوزينج اسمه بعض الاحيان هذه ممكن انه تنقل او تتواجد بالكاربيدز، كاربيد رومز نقصد بها اللي هي دائما بها كاربت ونفس درجة الحرارة، ما بها تهوية، ممكن ايضا تتواجد بها، وممكن تنقل عن طريق الكونديشنز اللي موجودة بالغرفة. ولذلك شافوا انه بعض الاحيان ممكن يشوفوها حتى ب المكيفات اللي موجودة عندنا. تلاحظون شلون هذا هنا، يعني تلاحظون، شوفوا شو العلامات هذه، شوفوا شلون صار المينج اللي موجود عندنا، هاي كلها علامات المينج. يبقى عندنا الشيء الأخير هو السبايدر. السبايدر هو حقيقة العناكب، العناكب الحقيقة كثير من عندها موجودة، أخطرها هي العناكب الصغيرة السوداء هذه اللي تكون سامة، موجودة بالدول الأفريقية وخاصة بالغابات مالتهم، موجودة هذه الأنواع اللي موجودة. هسه أنت واحد راح يقول اسألني سؤال، ايش راح نقرب العملي من هذا الموضوع اليوم اللي شرحناه؟ بالنسبة لكم اليوم، هل طبعا أنا ما أحكي على النظري، النظري أنتم مطالبين بي بالنظري، لكن شنو هسه مطالبين؟ يعني هاي هسه أنتم ماخذين بالفصل الأول أوفو، هذا ما راح، أنتم فقط عندكم هذا المياسس مثل ما سكرو ورم هاي اللي قلت لكم عليها، البعوض ما يحتاج، يعني حاليا أنتم ماخذين بالفصل الأول بس. زين، وها مطالبين باللاوس هذه، ذني القمل مطالبين بها، مطالبين بالبيد باج، ومطالبين بالفليز اللي موجود عندكم، هاي اللي بتقروا التكت ما مطالبين بيه، يعني مو ذاك اهميه، وايضا مطالبين بالمايس. واني بالنسبه لي يعني الشرح ما راح اعطيكم الشرح ده، اني اهم شيء الصور. هسه حاليا انت الصور اللي هسه مطالب بها بالامتحان العملي، اما بالنسبه للمحاضره اللارفا مايجرنس حاليا ما مطالبين بها بالعملي، فقط بالنظري، فقط بالنظري مطالبين بها. واذا حيسال هسه حاليا حتى باخير السنه، ما راح يعني
نقراها هذا العملي، يقول لك لا بخير السنة تقروها هاي العملي، لأنه العملي يشمل الفصل الأول والفصل الثاني، وكثير من المواضيع موجودة هسه مقررة هنا. فاحتمال أنت تقول لي يعني قلت لي لا تقراها بالعملي، لا يعني بدي أقول لك حاليا بالامتحان مالت الفصل الثاني هذا، أنتم هذه مالت الفصل الأول اللي قريناها ما لها داعي، يعني هسه هاي الإنسكت والهاي كلها احنا شارحينها بالفصل الأول، ما لها داعي بعد تقراها هسه حاليا، لأنه إن شاء الله راح بالامتحان الأخير السنة راح ناخذ قسم من عندها وتكون ضمن المنهاج مالتنا. هذا فقط اللي أشرت لكم عليها بالنسبة للأشياء اللي تقروها. طلاب بالنسبة اللي عندكم ملازمكم أريد أيضا تطلعوا لي لحظة طلعوا لي دكتور نعم دكتور بس نعم المعدة مال الفصل الثاني اي اللي هنا داخل هسه نعم تخصنا تخليص بيها لا وشو هسه بدي هسه اقول لك انا هسه انا بدي اقول لك ايش تقرا بيها، يعني هسه فرتك الفصلين فصلين تقرا بيها غير اربع خمس صور، يعني ما بيها الا تصور الاشياء اللي اخذناها. المهم أستاذ ما هسه خلينا نكمل بالنسبة للتريماتود اللي تذكر نحن أخذنا الشيستوسوما، زين الشيستوسوما وراها الفاشيولا هيباتيكا أول ورقة فقط اكتب عليها مطالبين بها بالعمل فقط، الفاشيولا هيباتيكا فقط الصورة والأشياء اللي أنا قلت لكم مطالبين بها اللي هي الفاشيولا هيباتيكا وراها كل لتقروب العملي حاليا بالفصل الثاني، ما اقول لك بالنظري بالفصل بالعملي، لا تخلطون ما بين النظري والعملي، انا اقول لك حاليا بالفصل الثاني لا تقرون الباقي، فقط اقرا فقط الفاشيولا هيباتيكا ورا الشيستوسوما، طبعا الشيستوسوما كلها مطالبين بها، الفاشيولا هيباتيكا فقط الرسم مالتها والصوره قصدي والاشياء اللي انا قلت لكم مطالبين بها اللي هي الهابيتات والكلاس والديز فقط. كل اللي تقرا البقيه لا تقراها هسه حالي. كلها فصل راح كل كمها هذا كل فصل راح. كل فصل راح. ما لا اقول لك لا تقرا. عشان هذا كل فصل راح. زين. يعني ماكو شيء بالنسبه لي البلاد تشو عند بلاد نيماتود ما بي اصلا، هو هذا كله شرح نظري، كله شرح نظري وشريري بانكروفتي، فقط اريدك تقرا الصور اللارفي المايكروفيلاريا لارفي زين، والصوره مالت الرجل مال الالفنتياسيس، ترى يعني كل شيء ما بيها، فقط اريدكم تقرون الكلينيكال ساينز اللي موجوده واللاب دايجنوزز والصور اللي موجودة، انتوا لو ملخصيها خلال السنة الدراسية صدقوني كل هذا الشرح كل ما يطول له 5 دقائق كلها سأني إذا أريد أقراها هسه وألخصها كلها ب5 دقائق أقراها. بالنسبة لللايف سايكل لا تقروها لا مال الوشريري مانكروفتي ولا مال لوا كل هذا ترى كلها لا تشوفون الشرح مال هذا، كل هذه دورات حياة انت لو تطلعها الصور كلها 5 ورقات ما تصير عندك، كل دورات حياه كلها خلصت، هذا اللايف مايجرز ما راح تقروا، فولدي انتم لا تشوفون المزمه مالتكم، هي كلها كم صوره موجوده عندكم، وانا متاكد الاسئله اللي جبتها جاوبون عليها واسئله سهله كلمه كلمتين، بس اريدك تركزوا لي على الاوفات كلها، كلها الاوفات تقروها صورة رئيسية، الصور مالت الديزيز، الصور مالت الديزيز أيضا الـ 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 أيضا تركزوا لي على الكلاس واحد، اثنين الهابيتات، ثلاثة المود اوف انفكشن، أربعة الديزيز وها والانفكتيف ستيج، هذني فقط أنت لو تلخصها يعني أثناء أنت عملية قرايته كلمة كلمتين كلمة كلمتين زين، صدقني بعد ما يحتاج لك حتى بأخير السنة، يعني ليش قلت لكم لخصوها؟
على كل حال اني هسه هذا ترى الحكي دا اقول لكم اياه بالنسبه للعملي، ما دي احكيها للنظري، ولو اني افضل لو تقروها لانه لكم ترى مراجعه. يعني انت من تقرا الماده الك، انت اصلا انت ما قاريها، لازم انت تقروها حتى اثناء النظري راسا. ترى انتم راح تمتحنون نظري، شو راح تجاوبون؟ وبالمناسبه مثل ما اني اقول لكم ودائما احكيها، ترى العملي ما يرسب مثل ما يرسب النظري. العملي ما يرسب مثل ما يرسب النظري، ليش؟ لأنه بأخير السنة درجة النظري عليها 40 والعملي عليه 10. راح أعيدها وأكرر، النظري عليه 40 والعملي عليه 10، فأنتوا ركزوا. ما أقول لك اتركوا العملي، بالعكس العملي هو صلب يعني عملكم، لكن انت اصلا اثناء عمليه القرايه راح تركز على المورفولوجي. هنا بالمناسبه المورفولوجي اللي تقروه، انا راح اعطيك صوره، ما راح اقول لك قول لي المورفولوجي، لا. فلا تقروا، شوف يعني هذا انت هسه كل الحدث من عندك، ما بقى غير الصور، صور وشويه معلومات على كل صوره. فشنو زين دكتور، ولا الدايجنوسز والاعراض عمود اقول لك لا دايجزون، ما طبعا مطالبين بيه، لا مو قلت لك راح بالعقل اعيدها. بالعملي؟ اي بالعمل اللاب دايجنوزيس مطالبين بيه، نظري وعملي. اللايف دايجنوزيس اهم شيء بالطفيليات، هو من صلب عملك انت محلل، شلون احذف لك اللاب دايجنوزيس؟ لا ما ممكن. فقط هاي الاشياء المعلومات اللي قلت لكم. وثانيا هو اللاب دايجنوزيس، انا ما راح اقول لك بتفاصيلها، اريدك رؤوس اقلام يعني تقولي لا، اذا قلت لي لاب دايجنوزيس 3 نقاط بشهادة كلش كافي. يعني ما راح اريد، بس اريدك تعرف تعرف شلون نسوي لاب دايجنوز لو لا. فولدي لا تخافون من شغلة العملي زين. صار انا ولك بالنسبة نعم ولك ساينس، هم سنقراها بالعملي لو لا؟ لايف سايكل، لا انا بالنسبة لا لي لايف استاذ، سايكل. الكلينيكال ساينس آه العلامات طبعا لا بالمناسبة، ها همزة قلتوا لي إياها. بالنسبة للكلينيكال ساينس بالنظري مطالبين بالكلينيكال ساينس، لكن العملي أريد فقط الشيء المميز للطفيلي. على سبيل المثال شنو اللي يميز الأسكارس لامبريكويدس؟ إذا أسألكم هسه شنو هي العلامة اللي مميزة؟ اللي هي مرات تكون علامة مميزة تميزها عن مثلا تراكيوريس تراكيورا، أو تميزها عن التروبيوس فيرميكولاريس أو غيرها، هو الانتستاينال اوبستراكشن. ما راح أريد أقول لك دياريا وما أعرف، هذا كل ما أريده، أريد شيء مميز. أنا حتى إذا بالامتحان أجيب لك أقول لك the one of the most important clinical signs. اما بالنظري واحد، لكن النظري مطالب انت بالكلينيكال ساينس، لكن بالعملي اطالبك بعرض مميز، يعني واحد يميز هذا الطفيلي عن البقيه. عرفت شلون؟ هاي بس تمام. طلاب انا بالنسبه لي ما يعني الدكتور مثلا هسه مثلا قلت لي الليشمانية، يعني اكتب لك فقط تقرح بالجلد، هذا الشيء اللي يميزه، غير يعني ليشمانية، ايش لك علاقة بالليشمانية؟ لا لا، يعني مثلا اعطيتك مثال، ضربت لك مثال. اي ما هو بالنسبة للليشمانية، اذا مو هذا الليشمانية غير شكل، الليشمانية انطيك النوع، مو الليشمانية غير شكل، الليشمانية تروبيكي تختلف عن البزرا الليشمانياسيس وهكذا. احنا دا احكي لك بالنسبة على الديدان، ما احكي لك على البروتوزوا. البروتوزوا شكل غير شكل، وده نحكي على الامتحان مالت الفصل الاول هسه حاليا، الفصل الثاني عفوا. الشيء اللي يميز الديدان شنو اللي يميز هالدوده عن عرض هالدوده؟ نقصد اقصد بيها العرض اللي هو خلينا نقول فيه الـ 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 خلينا نقول المميز لهال هال شو اسمه الدوده. بعد اي سؤال؟ استاذ ممكن تعيد لا لنا مال اكتو واندو باراسايت؟ تمام هسه ساعد لك هسه بعد. لحظة هاي
جانوك أنا. قد لحظة طلاب، بالنسبة المايس احنا قلنا كلش مهم، يسموه الحلم بالعربي. اهو شلون دول يتصلون؟ المايس او الحلم هو عبارة عن اكتو باراسايت، هو اصلا خارجي لكن هو يدخل الى زين، تدخل الى تحت الجلد، تحت الجلد، وفي الحاله راح تسبب لي مينج الضرب، ومثل ما قلنا او سكيبيز يسموه المينج او السكيبيز فور ذا هيومن والانيمال، مو ينقل. ما فقط هذه اهم شيء الصوره اللي عندك، وهاي هي الاعراض مالته، يعتبر اكتو اند انيو باراسايت، انه يدخل الى تحت الجلد يسوي ممرات، ولذلك يصير تسخن بالجلد وكراكس اللي هي اللي موجوده عنده. ما بي شيء يعني، انا ما راح ادخلك التفاصيل. بعد من عنده سؤال؟ طب بس العنوان من بادي هاوس والكريب هاوس والهيت هاوس، شو تريد؟ بس العنوان مالته. العنوان مالته هو لايس LICE اكتوباراسات بين قوسين، هو موجود بس خليه ايش بالطبع بالاخير شيء بالورقه اللي قبلها، تنقلها مجرد نقلها. بعد منو عنده؟ دكتور يعني هذا بيها صور. أنا بابا أنا ما راح أقول له، أنا أريد همشي صور، يعني الصور اللي أجيب لك إياها هو عملي مو نظري، أنت مطالب ديك بالنظري، أما هذا عملي. بعد نفس الفصل الأول، نفس الفصل يعني بس ما الأول حددت لنا الكلاس والبيسز والانفكشن والانفكشن وذاتيتش، يعني ماكو فروقات او لا 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 بابا، هذا بالنظري لا فروقات ولا هم يحزنون. انتوا ليش ما تعرفون شلون تميزون ما بين النظري والعملي؟ هذاك الحكي اللي نحكيه الفروقات ما اعرف ايه، هذا كله يجيك بالنظري. انا بدي اعطيك صوره مع بعض الاسئله البسيطه، سؤال اللي هسه قلت لكم اياه، المود اوف انفكشن، الابيتال، الكلاس، الانفكتيفيتيز، هاي الاشياء. ما راح ادخلك في التفاصيل النظري بنتي، ما راح ادخلكم تفاصيله هذاك. اما اللي يريد يقراها حتى يتهيأ للنظر هاي بحث اخر، اما ايه اني بالعملي مال الفصل الثاني هسه ما اجيب لكم اياه. بعد ترى الاسئله سهله ولا تخافون من عدها. يلا ما عندي شيء بعد، الله يعطيكم.